اهلا سمعت عن المرونه النفسيه تعرف أهمية المرونة النفسية وشلون تمارسها إذا لا سمح الله مريت بصدمة في حياتك تابع معنا هذه الحلقة عشان تعرف شنو هي المرونة النفسية وشلون نتعامل معها وايد نسمع المرونة النفسية بس ما نعرف شنو معناتها بالأرض الواقع المرونة النفسية بالإنجليزي هي resilience نسمع أن هذا الشخص عنده مرونة نفسية وهذا الشخص الآخر ما عنده مرونة نفسية المرونة النفسية هو الإنسان لما يتعرض حق الصدمات عقب ايش كثر يرجع الى سابق عهده، عقب ايش كثر يرجع الى استقراره النفسي، ايش كثر يقدر يتحمل هذه الصدمات النفسية نفسيه تلاقون في بعض الاشخاص لما يصير لهم صدمه نفسيه ينهارون انهيار كامل، انهيار اللي ما يقدرون يسوون ولا شيء، ما ياكلون، ما يشربون، ما ينامون من قوه الصدمه النفسيه اللي صارت لهم، سواء خساره الاموال، سواء فقد عزيز عليهم، سواء حادث لا سمح الله، هذه الاشياء تهز الانسان وتخلي مرونته النفسيه يعني تنحدر بشكل مفاجئ، يقول انا انسان قوي وانا اقدر اتحمل اي شيء يصير لي، لكن لما بالفعل يصير له صدمه نفسيه كبيره هو مو متوقعها تلاقون هذا الشخص ينهار. لكن في اشخاص ثانيين تكون عندهم المرونه النفسيه، بمعنى ان أهما يردون الى استقرارهم النفسي اسرع من غيرهم. شلون مثل ما احنا نقول نشبه مثلا الشجره لما تمر برياح قويه تتحرك يمين ويسار، بس اول ما توقف هذه الرياح القويه ترجع على استقرارها وعلى شكلها السابق، لكن في بعض الاشخاص يحسون بهذه الهزه من الصدمه، يحسون بهزه وايد قويه وما يقدرون يرجعون حق استقرارهم النفسي. عشان كذي لازم ان احنا نفعل المرونه النفسيه. اولا الانسان الانسان اللي عنده مرونه نفسيه يكون هو عنده قوه داخليه كبيره عنده قوه تقبل الاحداث الصعبه مو معناتها انه هو ما يتعب مو معناتها انه هو ما يتالم مو معناتها انه هو راح يكون متماسك طول الوقت بس فتره اللي ينهزم فيها واللي يتعب فيها واللي ينهار فيها تكون وايد اقل من اللي دار مداره وايد يولي مثلا يقولوا لي والله احنا صارت عندنا حادثه والدي فرضا توفى اختي ليه الحين منهاره وانا احسن منها وتقول انت ما كنت تحبينه انا فعلا فعلا كنت احبه ومرتبطه فيه ويمكن حتى اكثر منها بس هي مو قادره تعدي هذه الصدمه النفسيه وانا احس نفسي ان انا قادره فقلت لها هذا معناته ان انت عندك مرونه نفسيه اكثر من اختك هذا اللي خلاك تتخطين الصدمه القويه وتكملين حياتك بفتره زمنيه اسرع منها هي تكون ما عندها مقومات المرونه النفسيه خلونا نعرف مع بعض شنو هي مقومات المرونه النفسيه وشلون الانسان يقدر يدرب نفسه عليها. الانسان اللي عنده مرونه نفسيه دائما يكون عنده امتنان، يعني ما يشوف الشيء الناقص لكن يشوف الشيء الموجود، فدائما يذكر نفسه مهما صارت له صدمات انه الحمد لله انا ممتن حق هذا الشيء، ممتن حق صحتي، ممتن حق اسرتي، ممتن حق وظيفتي، آه في اشياء حلوة بالحياة، حتى لو يتني هذه الصدمة القوية اللي زعزعت كياني، أنا الحين مع القبول، مع الامتنان، أنا راح شوي شوي أتخطاها وأحاول أزاول حياتي بطريقة طبيعية. للأسف ألاحظ وايد ناس لما تصير عندهم صدمات نفسية كبيرة ما يقدرون يروحون حق خطوات إلى الأمام بعد هذه الصدمة. يحسون حتى لو يروحون حق وظيفتهم ويسوون إنجازات إنه هل معناته ان انا ما كنت احب هذا الشخص اللي فقدته؟ أه سواء اخ، سواء اخت، سواء اب، سواء ام، سواء شريك حياه، أه يصير عندهم خوف وجلد الذات، وهذا جلد الذات يخليهم يعيشون في مرحله الصدمه اكثر ويخليهم ما يفعلون المرونه النفسيه، لكن الانسان المرن نفسيا يبتدي ياخذ خطوات بانه هو يرد يزاول حياته بشكل طبيعي مثل ما كان قبل الصدمه. بمعنى ان هو يحاول بعد فتره زمنيه نقول اسبوعين من الوفاه او من الحادث او من الصدمه يرجع حق دوامه يرجع يمارس رياضته يرجع يزاول تمارين الامتنان والقبول بان هذا الحمد لله شيء صار وهذا تقدير رب العالمين وانا ما اقدر اغير الاقدار انا اللي اقدر عليه كبشر امكانياتي بسيطه اقدر اني انا اتقبل وامتن واكمل الانسان بعد اللي دايما يكون عنده ريزيلينس وعنده مرونه نفسيه يكون عنده شغف بالحياه يحب يعوض نفسه عن شيء يفقده بشيء ممارسه جديده فتلاقيه مثلا فجاه يروح يبتدي هوايه جديده خزف اله موسيقيه لغه جديده يتعلمها المهم انه هو يطلع نفسه من الحاله النفسيه الصعبة فهو يساعد نفسه ما يستسلم حق الحاله النفسية اللي هو فيها عنده اقبال وعنده حب حق الحياة يعني دايما عنده آه شعور انه الحياة ما خلصت آه في ظهور هذه الحادثة بحياتي أو هذه الصدمة بحياتي أوكي أنا الحين متألم لكن بحط لي جدول وبحط لي خطوات أني أنا أرد أعيش حياتي بطريقة سليمة وأطور حياتي إلى الأفضل آه عنده قناعة أن هو قدراته أه محدودة في حالة أن هو شلون يتجنب هذه الصدمة فيقول أنا أوكي هذه الصدمة صارت أنا ما قدرت أني أتجنبها لكن شنو الم الممارسات اللي تساعدني اني انا اتعايش معاها، فعنده قدره اكثر للتعايش، عشان كذي يقولون عنده ريزيلينس اكثر، عنده مرونه اكثر، قدر يرد على حياته الطبيعيه بوقت اسرع، لكن الناس اللي ما عندهم المرونه النفسيه تلاقيهم يتعبون وتمر الايام وساعات تمر سنين وهم مو قادرين يتعايشون مع الصدمات اللي صارت لهم، وللحين عايشين بالماضي وتعبانين من الماضي ومو قادرين يطورون حياتهم الى الافضل لما الانسان يعيش بفتره الماضي فتره طويله وما يشوف المستقبل وما يشوف حياته الان اللي هو عايشها راح يعيش بهذه الدوامه وراح تسحبه الى تحت عشان كذي نشوف وايد ناس ينهارون وما يقدرون يعيشون حياتهم بطريقه طبيعيه عند فقد ناس عزيزين عليهم ما الومهم لما تكون الفتره محدوده لما تكون الفترة مو وايد طويلة لكن الانسان اللي يمر بصدمة ويقعد بعدها بسنة سنة ونص سنتين وهو مكانك سر ما طور نفسه ما تخلص من اثار الصدمة ما جدد بحياته معناته هذا انسان يفتقد للمرونة النفسية المرونة النفسية هي مهارة وكلنا نقدر نتعلمها شلون لما نثقف نفسنا فيها ونعرف معناتها ونعرف نقاط القوة عندنا ونفعلهم في حياتنا ونبتدي من جديد وما نخلي كل هزتييننا تطيحنا بالأرض بالعكس نخلي الضربة اللي تطيحنا بالأرض تقوينا ونقوم أقوى ونبتدي حياتنا بطريقة أفضل من السابق لما يكون عندي وعي ان انا ما عندي مرونه نفسيه ابتدي من الحين قبل لا تصير لي اي صدمه لا سمح الله اقوي نفسي وابتدي ازاول الامتنان وابتدي اسوي اشياء جديده وما احط كل امالي على شخص موجود معاي بالحياه باي دقيقه يروح وبعدين يصير فيني انا الانهيار لان لما اكون انا ماخذ كل الامان من هذا الشخص وانا ما عندي مرونه نفسيه راح اتعب وايد عند فقد هذا الشخص قووا نفسكم زيدوا مرونتكم النفسيه وراح تبدعون بالحياه وراح تكونون وايد اقوى بعد ما عرفنا أهمية المرونة النفسية وعرفنا أن إيه هي مهارة نقدر نكتسبها، لازم كلنا نطور هذه المهارة ونقويها عندنا، عشان لا سمح الله إذا صارت لنا أي صدمة ما نعطيها أكبر من حجمها وما نخليها تدمر حياتنا، بالعكس نبتدي مرة ثانية ونبتدي من جديد ونطور دائما حياتنا إلى الأفضل وتكون دائما عندنا هذه المرونة النفسية في مواجهة الصدمات.